أخبار اليوم. عيد الأب نفسه كلمة عيد الأب دي قوية جدا، وإحنا بنشكرهم يعني، وبنشكر الناس كلها اللي جت وتفرجت وتقال إن هم ناس كويسين يعني، فأنا بشكرهم، بشكركم كلكم. طمنا على صحة حضرتك. ربنا يخليك، ميرسي على الصحة. الفنان القدير منتصر بالله، بنرحب بك معانا في بوابة أخبار اليوم. الله يخليك، كل سنة وانتم طيبين. حضرتك طيب يا فندم، النهاردة وجود حضرتك في وسط العمالقة الكبار وتكريم احتفالية عيد الأب، بتقول إيه النهاردة بالمناسبة دي يا فندم؟ نقول كل سنة وهم طيبين. وكنت أنا ذكرت إن بابا وماما توفوا وفضلت ان انا اقول كل سنة وانت طيبة لمراتي اللي هي امي، هي سندك في الحياة. وكل الناس اللي موجودين طيبين، ابهات وامهات. شايف الفن دلوقتي ازاي يا فندم؟ شايف الساحة الفنية من وجهة نظر حضرتك؟ الفن ما بقاش زي ايامنا يعني. شكرا يا فندم. شكرا ليك.